مون نايت أو فارس القمر، مسلسل جديد نتمنى يعجبكم. كيبدأ المسلسل ديالنا وحنا كنشوفو ستيفن كيفيق من النعاس وهو رابط رجليه مع الناموسية وسد على راسه بكل الطرق الممكنة، وغادي نعرفو من هنا القدام علاش. من بعد كيمشي للخدمة ديالو وهو أصلا عيان ومرهق. ستيفن خدام في متحف ديال الآثار المصرية في الخارج، كيبيع الحلوى للدراري الصغار، وماشي كمرشد كيف ما كان كيتمنى. هو واحد الانسان ظريف بزاف وخادوم، هادشي كيخلي اللي خدامين معاه في المتحف حاقرين عليه وما كيتعاملوش معاه مزيان. واخا هكاك هو صابر حيت مضطر يخدم. في التالي ديال النهار كيمشي لواحد الساحه وبقى كيهضر مع واحد لابس بحال التمثال، حيت ستيفن ما عندوش صحاب يهضر معاهم. وهنا كنعرفوا انه كيسد على راسه ويربط رجليه بالحبل يوميا حيت كيعاني من واحد المشكله في النعاس، وهي انه كينوض من النعاس ضربو حمار الليل وما كيعرفش فين كيمشي. وفي الدار كيحاول يشغل راسو بالقرايه وباي حاجه اخرى غير باش يبقى فايق، ولكن كيغلبو النعاس في التالي. فكيفيق في بلاصه ثانيه ماشي في الدار وهو مضروب، وسمع واحد الصوت مجهد كيقول ليه اعطي الجسم المارك اللي شويه وغادي نعرفو شكون هو. ولكن اللي غريب هنا هو جوج ديال الناس بداو يضربو عليه بالسلاح وهو يهرب منهم، حتى لقى راسو في بلاصه وشوارع اول مره يشوفهم. وهنا ستيفن شاف واحد سميتو ارثر وهو كيحاول يقنع الناس بانه كيهضر بلسان اله مصري قديم سميتو اميت من ايام الفراعنه، وارثر كيحاسب حتى الناس بالسميه ديال هذا الاله. واللي غريب هي انهم امنين ومتيقين ارثر. واحد من داك الجوج اللي كانوا كيضربوا ستيفن جاء عند ارثر وقال له الراجل اللي هو ستيفن اللي كنا تابعينه قتل جوج وسرق لينا الجعران، وهاد الجعران هي واحد الخنفوسة كبيرة وهي رمز فرعوني حيث نبقاو نسمعوها بزاف من هنا القدام. هنا ارثر قدر يلقى ستيفن حيث كان واقف القدام مع الناس، ولكن اللي غريب هو ستيفن دار يديه في جيبه ولقى حاجة ذهبية وهي الجعران. ملي ارثر طلب من ستيفن يعطيه الجعران بغى يعطيه ليه، ولكن على غفلة الصوت اللي كان كيتكلم مع ستيفن رجع عاوتاني وقال له بلي خاصو يهرب. شوية ستيفن غيب ورجع عاوتاني ولقى ان الناس اللي كانوا شادينه كلهم قتلهم وهو عامر بالدمايات. كيفاش دار ليها ما عرفش. فبالزربة خدا واحد الطوموبيل وركبها وهرب بيها. ارثر صيفط بزاف ديال الطوموبيلات تابعين ستيفن، وكل مرة ستيفن كيغيب ويرجع تاني كيلقى راسو قتل داك الناس كاملين اللي كانوا تابعينه والسلاح في يديه. ولكن على غفلة في الوقت اللي كيطيح فيه الخشب والحجر من فوق الجبل فاق ستيفن مخلوع واكتشف انه كان غير كيحلم في كابوس، ومنين بغى ينوض من فراشه طاح حيت نسى انه رابط رجليه مع الناموسية. فاش فاق لقى ان الحوتة اللي كان عنده ومربيها وعندها زعنوفة وحدة ولو عندها جوج زعنوفات، وشاف ان الوقت داز بزاف وهو كان موعد وحدة خدامة معاه على العشاء نهار الجمعة اللي هو اليوم. فلبس حوايجه ومشى يتسناها ولكن ما جاتش. ملي عيط عليها خاصمات عليه وقالت له علاش متصل بيا دابا من بعد ما دازت يومين على الموعد ديالنا، وطلبات منه يمسح نمرتها. وهنا فهم صاحبنا ان كاينه شي حاجه وقعت خلات ستيفن ينسى اللي وقع في هاد اليومين، حيت حنا ماشي في نهار الجمعه وهذا النهار هو نهار الحد. وهاد الهضره خلعته بزاف ومشى للدار وهو حزين ومكتئب وبدا كياكل الشكلاط باش يبرد على راسو زعما، وشاف في الارض وبان ليه شي حاجه محكوكه حدا الحيط. ملي بدا كيقلب لقى واحد الفتحه فيها شي مسائل بدا كيكتشفها، وهي تليفون وسارود ديال شي خزنه. قلب التليفون لقى نمره ديال بنت سميتها ليلى ديجا معيطه عليه. ملي ولا عيط ليها جاوباته وبدات كتسولو باش تطمن عليه، ولكن المشكله انها كتعيط عليه بالسميه ديال مارك وهو كيقول لها انه ماشي مارك وسميتو ستيفن، فقطعت عليه التليفون. وهنا كيبداو يوقعوا المشاكل ديال بصح. بدا كيحس ستيفن بالدار فيها الزلزال والضو كيمشي ويجي، وكيشوف وجهه في المرايا لقى الانعكاس ديال صورته كيتحرك ماشي في نفس الحركه ديالو هو. فمشى هرب من الدار وركب في السانسور، فطلع له واحد الوحش غريب وخاف منه. وفي لحظه وحده لقى راسو في الطوبيس راكب وقال مع راسو انا غير كنحلم، حيت هو موالف كينعس الطوبيس. مرة أخرى كيشوف نفس الوحش كيطلع عليه من فوق السطح، وشاف حتى آرثر، يعني شنو الحلم دخل في الواقع. فجرى بالزربة باش يدخل للمتحف فين خدام باش يتخبع فيه،
ولكن آرثر تبعه ومنع أي واحد يقرب منه، حيث خادر بالقوة ديال العصا اللي عنده يتحكم في الناس. ستيفن كيزيد يخاف من قبطو آرثر، ولكنه قدر يهرب ومشى لبلاصة تانية، وبقى النهار كامل في المتحف مخبع من الوحش وآرثر. ومن اللي سالة وقت الخدمة دياله سمع صوت ديال الكلب في المتحف، ولكنه ماشي حيوان، طلع الوحش اللي هو أصلا ديال آرثر وباغي يقتل ستيفن باش ياخد داك الجعران. فهرب ستيفن للطواليط وسد عليه، وشاف تصويرته في المراية كتتحرك وكتقول له أنا مارك، أعطيني السلطة على الجسم ديالك باش نعرف نقتل الوحش، وإلا غادي نموتوا بجوج. ستيفن ملقاش حل واحد آخر غير يعطي الجسم دياله لمارك، وهنا كنفهموا أنه عنده انفصام في الشخصية، ومباشرة هنا كياخد مارك التحكم وكيتحول لفارس القمر وكيقتل الوحش اللي هو الكلب الفرعوني. شوية عاوتاني كيفيق ستيفن من النعاس مخلوع وكينقز من الناموسية، ولكنه كيطيح على وجهه عاوتاني حيث هو أصلا رابط رجليه مع الفراش، وهنا كيقول مع راسه راني غير كنت كنحلم. صافي خرج برا الدار ومشى جلس مع داك الراجل اللي داير راسه بحال التمثال حيث هو صاحبه الوحيد، وبدا كيعاود ليه اش وقع ليه، وكمل طريقه للمتحف فين خدام وهو مقتنع انه كان غير كيحلم. منين وصل للمتحف لقى الراجل اللي خدام في الامن، وقال له ان المتحف تهرس البارح بالليل وتشخشخات فيه شحال من حاجه والطواليط كامله تهرسات. فطلب منه ستيفن يوريه الفيديو ديال الكاميرات، وهنا كيشوف راسه بوحده وما كاينش داك الوحش في التسجيل، وباين غير هو اللي دمر المتحف. الإدارة ديال المتحف تعاملات معاه ومعيطاتلوش على البوليس، ولكن جرات عليه من الخدمة وقالوا ليه خاصك تمشي تشوف شي طبيب نفسي. هنا ستيفن قرر يتبع طرف الخيط ويبدأ من داك الشي اللي لقاه في الدار، أي الساروت والتليفون، الساروت ديال واحد المخزن اللي مشالو ستيفن، ولقى السيكيريتي اللي عرفوا ووصلوا للخزنة دياله. منين فتح الخزنة لقى فيها بزاف ديال الحوايج، لقى الفلوس وباسبور مزور بسمية ديال مارك وأسلحة، ولقى حتى داك الجعران اللي كان كيقلب عليه آرثر وكان باغي يقتلو بسبابه. ملي ستيفن كيشوف الانعكاس ديالو في المراية كيلقاه مارك اللي طلب منه يخلي ليه التحكم في الجسم ديالو حيث راهم بجوج دابا في خطر، ولكن ستيفن ما بغاش حيث ما فاهم والو. فمارك قال له انه كيخدم الاله كونشو وهو اله القمر عند الفراعنة، وانه اله كيحمي الضعفاء وكيقتل الأشرار وهو كيساعدو دابا. ستيفن ما قنعاتوش هاد الهضرة وقرر ياخد الشنطة بداكشي اللي فيها ويديها للبوليس. ملي كان خارج ستيفن وبغى يهرب من المخزن لقى فوجهه والعياذ بالله الإله كونشو وكان كيجري موراه، وهذا هو اللي عاود عليه مارك. هنا خرج ستيفن للشارع، وفي اللحظة اللي طاح فيها على وجهه لقى وحدة وقفت عليه بالموتور، وهذه هي ليلى، وقالت له طلع مورايا. هو ما كيعرفهاش، ولكن هي قالت له أنها تبعاتهم التليفون دياله وجات باش تعاونه. ليلى هي مرات مارك، ولكن دابا هي ما عارفاش أن مارك غير شخصية في الجسم ديال ستيفن، واللي راكب موراها ماشي راجلها ولكن واحد الشخص هي غريبة بالنسبة ليه. المهم كيمشيو للدار دياله وقرر يعاود ليها أشواقع من الأول حتى لدابا، وفي نفس الوقت صورته في المراية كتقول له ما تعاود ليها والو. فوراها الجعران واستغرب حيت ما تفاجئاتش، وهذا الشيء حيت هي اللي عاونت مارك باش يشفروه. مارك مازال كيطلب منه ما يقول ليها والو باش آرثر ما يقتلهاش. شويه كيسمعوا الدقان في الباب، ليلى تخبعات وخرجت من السرجن، ودخلوا جوج ديال المحققين. ستيفن حسابو جاوا على شنو وقع في المتحف وداوه معاهم في الطوموبيل، ولكن شويه شافهم انهم ما غاديينش في الطريق ديال الكوميساريه، هما داوه فين كاين آرثر والاتباع ديالو. آرثر جاء عنده وقال له انا عارفك ما فاهم والو، ولكن اجي معايا نشرح لك وانت اختار اللي يناسبك داك الساعات. وفي هاد اللحظه كان كونشو تابعه معصب. آرثر قال له ما تخافش راه هذا جهده وما يقدر يدير والو، هو غير كيخلعك ولكن ما يقدرش ياذيك. وقال له انا كنت قبل منك الخادم الاول ديال كونشو، ولكني تخليت عليه ودابا كنخدم الاله اميت، حيت كونشو كيقتل الناس اللي ارتكبت الذنب، اما اميت كيقتل الناس اللي باغين يرتكبوا الدم، وهذا الشيء باش العالم يولي مزيان وما يبقاش الشر. هاد الهضره صدمات ستيفن، وهو يقول له داك الساعه اذا الاله ديالك يمكن يقتل دري صغير حيت واحد النهار يقدر يرتكب شي ذنب ولو بعد 30 عام. تعصب عليه آرثر وجبد العصا ديالو
وقال له واش عارف ان هاد العصا فيها جزء من القوة ديال آميت ويا الله بغى يضرب بها الارض. دخلت ليلى وفي يديها الجعران وعطاته لستيفن وهربوا بجوج. وهنا آرثر ضرب الارض بالعصا ديالو وعيط على واحد الوحش فرعوني باش يقتلهم وبدا كيجري عليهم. ولكن المشكلة ان ليلى ما كانت شايفه. ودابا عرفنا علاش الكاميرات في المتحف ما بيناتش الوحش وبينات غير ستيفن، حيت ستيفن بوحدو اللي يقدر يشوف هاد الشيء. ملي الوحش قبض ستيفن ورماه من الفوق، فهاد اللحظة ستيفن تحول ولبس اللبسة، ولكن كانت لبسة مختلفة على اللبسة ديال مارك، والمهم انها نقداتو من الموت. ومازالت التصويرة ديال مارك في المراية كيقول له عطيني التحكم باش ننقدنا، ولكن ستيفن ما بغاش وقرر يحارب الوحش الراسه. ولكن الوحش قبضو ورمدو مع الارض مزيان. ملي حصل ستيفن عطى التحكم داك الساعة لمارك اللي لبس اللبسة ديال فارس القمر الحقيقية وقدر يحارب الوحش ويقتله. وملي رجع مارك للطبيعة ديالو اكتشف ان الجعران طاح ليه وخداه آرثر. هنا كونشو قال لمارك خاصك تكمل المهمة ديالك وترجع الجعران وتقتل آرثر قبل ما يقدر يخرج روح الشر آميت. مارك بانت له التصويرة ديال ستيفن في المراية اللي طلب منه يرجع للجسم دياله، ولكن مارك عاوتاني داك الساحة ما بغاش. آرثر من بعد ما خدا الجعران مشى يقلب على القبر ديال آميت. اذا مارك خاصو يمشي مع كونشو يكملوا المهمة ديالهم باش داك الساعة يتحرر مارك من التبعية لكونشو. المهم اتفقوا، وفي لحظة واحدة كونشو نقل مارك لدار مقابلة مع الأهرامات. هنا كنعرفوا انهم مشاو لمصر. ملي ليلى عرفات مارك مشى لمصر مشات عند وحده كتعرفها باش تزور ليها الباسبور وتقدر تدخل به لمصر. اما آرثر فقدر يوصل للقبر ديال آميت بالمساعده ديال الجعران، وخلى المساعدين ديالو يحفروا الارض حيت المقبره كاينه تحت الارض. وهنا مارك مشى عند واحد الراجل كيعرفو باش يسولو على آرثر فين كيحفر على المقبره، ولكنه لقى عصابه مصيفطها آرثر سبقوه وقتلوا الراجل اللي كان غادي يعطيه المعلومات، وبغاو يقتلوا تا مارك. ومنين كان كيدابز معاهم غيب، وملي فاق لقى راسو قتل جوج منهم وما عرفش كيفاش قتلهم، وحسابو ستيفن هو اللي قتلهم. ولكن ستيفن اكد له باللي ماشي هو اللي دار داكشي. مارك هنا قدر يشد اخر دري في العصابه وبدا كيهدو باش يعرف البلاصه ديال المقبره. الدري فضل يموت على انه يقول البلاصه، وكيقطع واحد الزيف كان شادو به مارك وتلاح من فوق الجرف وهو كيمجد والعياذ بالله الاله آميت. تعصب مارك حيت ما قدرش يوصل لآرثر وهدر مع كونشو اللي ما بقاش كيفارقه، وقال له علاش ما تتواصلش انت مع الآلهة الاخرين باش نعرفوا البلاصه ديال المقبره، حيت ما يمكنش نخليو آرثر يحرر الاله آميت لانه غادي يدمر العالم. فجاوبوا كونشو ان الآلهه جراو عليه شحال هادي وما غاديش يسمعوا كلامه. وهنا فكر كونشو في طريقه تخلي الآلهه هي تتواصل معه، والطريقه هي يدير كسوف للشمس، وهذه في عالم الآلهه منوع عليه، يعني طريقة ناجحة تخليهم يتواصلوا معه. من بعد تفتحات باب كبيرة كنعرفوا انها كتوصل للهرم الاكبر. مارك من اللي يدخل دخل بوحده، والسبب هو ان كونشو ممنوع يدخل حيت جراو عليه. مارك لقى داخل مجموعة ديال الناس كل واحد فيهم كيمثل اله فرعوني. فهاد الاجتماع بداو كيلوموا على كونشو وكيفاش جراو عليه من اللي ما بغاش يتخلى على البشر ويخليهم يدبروا راسهم وهو بقى كيعاون فيهم. نرجعوا للمهم، في الاجتماع طلب كونشو باللسان ديال مارك من الآلهة الاخرين يجيبوا آرثر ويحاكموه حيت ناوي يخرج روح آميت، وهذا الشيء ممكن يدمر العالم وضد القوانين. فبالزربة جابت الآلهة آرثر باش يحقوا معاه في هذا الشيء اللي قال كونشو باللسان ديال مارك، ولكن آرثر كان داير بحساب هذا الشيء وهو اللي قلب عليهم الطبلة. فقال لهم آرثر انا خدمت كونشو قبل منه وحنا عارفين حمق ومسطي، وقال لهم ما تنسوش ان هذا ماشي غير مارك وصافي، هذا الجسد فيه جوج ديال الناس مارك وستيفن، يعني عندهم انفصام في الشخصيه، اذا كيفاش ممكن تديو على هضرته؟ هذا الكلام اللي قال آرثر قنع المحكمه الالهه، يعني طلعوا آرثر هو اللي عنده الصح وكذبوا كونشو وخلاوهم يمشيوا في حالهم، وقرروا ان هاد الساعه ما يعاقبوا حتى واحد فيهم. آرثر فرح حيت قدر يغلبهم، ولكن مارك تعصب وبقى فيه الحال هو اللي كان على صح وكتبوه. هنا كنشوفوا وحده اللي حتى هي ممثله ديال اله فرعوني جات من الجهه ديال مارك وتيقاته وبغات تعاونه. المهم داتو لواحد القنت وقالت له آميت كان القبر ديالو ما معروفش
حيث ما كانش كيتيق في التواحد، ولكن في التالي تاقف واحد سميتو سينفو، يعني باش تلقى المقبرة ديال آميت خاصك تلقى التابوت ديال سينفو، هو اللي فيه الخريطة ديال المقبرة. المهم خلاها مارك ومشى لبلاصة تانية يسول واحد الراجل باش يعرف يوصل للتابوت سينفو اللي فيه الخريطة ديال القبر آميت. ومازال ما سلم على السيد حتى لقى ليلى وقفات عليه وقالت له أنا عارفة فين كاين التابوت، وداته معاها فركبوا في فلوكة في النيل. وقالت ليه التابوت عند واحد السيد كان عارفه مزيان سميته أنطوان، وحنا دابا غاديين عنده. ملي وصلوا كيلقاو واحد راكب على عود وكيتدرب على الفروسية، واللي كيدربو واحد المدرب معلم في مصر. أنطوان طلع معرفة قديمة ديال ليلى ورحب بيها ملي شافها جاية مع مارك اللي حسابه راه جاي باش يشري التابوت ديال سينفو، وهكا خلاهم يطلعوا على التابوت ويقلبوه. ولكن المشكل مارك ما كيعرف والو على علم المصريات، فطلب من ليلى تلاهي أنطوان باش هو يقدر يهدر مع صورته في المرايا ويسول ستيفن، حيث ستيفن خدام في متحف وخبير في هذا العلم ديال المصريات. فاش مارك هدر مع ستيفن قال له راه كاين شي وراق قدامك قلبهم، وهو عاد غادي يقلبهم شافوا أنطوان ورجاله، فجبدوا السلاح وهدوا مارك وليلى به حيت عاقوا به كيدير شي حاجه ماشي هي هذيك. وداك الساعه بان آرثر جاي، فنوم أنطوان والرجال ديالو مغناطيسيا بالعصا اللي عنده ودخل هرس التابوت ودمره. مارك ما دار والو حيت هو وليلى مهدينهم بالسلاح. منين مشى آرثر من تما تحول مارك لفارس القمر مون نايت وبدا كيضربهم كاملين واحد بواحد حتى سال معاهم كاملين وسالت مع أنطوان. فمشات ليلى ولقات الورق اللي كان شدهم مارك مازال تما غير هما مقطعين، فخداتهم وهربوا من داك البلاصه ومشاو لواحد البلاصه في الصحراء وما كانوش عارفين شنو غادي يديروا بهاد الورق. فعطى مارك لستيفن التحكم، وحيت ستيفن معلم في داكشي ديال الاثار عرف يجمع الوراق مع بعضياته وخا مقطعين، وتما عرف الحل ديال اللغز اللي هو انهم خاصهم يشوفوا داك النجوم في السماء، وماشي اي سماء بل السماء في الوقت اللي سينفو حدد فيها فين كاين القبر. فبان ليهم كونشو وقال له انا غادي نعاونك تشوف داك النجوم والسماء حيت انا كنت تما داك الساعه. فخلى ستيفن يلبس اللبسه ديال مون نايت وخدموا القوه ديالهم بجوج ورجعوا السماء لذاك الوقت اللي كان سينفو علم به المقبرة. داك الساعة الناس كاملة بدات كتشوف في السماء حيت كيشوفوا ظاهرة غريبة كتوقع. منين قدروا يرجعوا السماء لذاك الوقت ليلى خدمات واحد البرنامج وقدرات تعرف البلاصة ديال قبر آميت، وحيت كونشو لعب في السماء بلا خبر الآلهة وهذا الشيء ممنوع، فتجمعوا وعاقبوه وحطوه في تمثال. منين داروا هذا الشيء داك الساعة غيب ستيفن. والمشكلة الثانية هي طنوبيل مسلحة تابعة للرجال ديال آرثر جات وبدات كتضرب بالسلاح على ليلى وستيفن، فليلى رمات ستيفن على الأرض باش يبان ميت، وهي مشات تخبعات مور الطنوبيل. ومنين دخلت للطوموبيل لقات فلامة فشعلاتها ورماتها عليهم، ومع طنوبيلتهم كانوا هزين فيها الداخيرة شعلات فيها العافية وتفرقعات وماتوا. منين سالت هاد الليلة شفت ليلى موراها ولقات ستيفن فاق ولكن بلا القوة ديال الكونشو اللي كتخليه يتحول لمون نايت وترجع عنده القوة. المهم ما طولوش في الهضرة ومشاو باش يلقاو القبر ديال آميت. في الطريق ستيفن بقات فيه ليلى حيت هي بنت مزيانة ومارك كيستغلها، وستيفن عارف ان مارك ما غاديش يكمل مع ليلى منين غادي يساليو هاد المهمة، فقال ليلى هادشي. ليلى تكرهات من مارك بزاف وبغات ستيفن حيت هو قريب ليها في بزاف ديال الحوايج ومنهم الحب ديال الآثار. منين وصلوا عند المقبرة اللي كاين فيها القبر ديال آميت لقاو أن آرثر والرجال ديالو سبقوهم ووصلوا ليها، فقرروا يدخلوا لداخل مخبعين بلا ما يحسوا بهم. منين دخل ستيفن وليلى كانوا فرحانين بزاف حيت كيشوفوا العظمة ديال الحضارة الفرعونية قدام عينيهم، فكملوا المشي توصلوا لواحد البلاصة وعرفوا من داكشي اللي منقوش أن آميت دخل الجسد ديال شحال من واحد شحال هادي كيف ما كيدير كونشو دابا ومارك. وهنا اكتشفوا ان آميت مدفون في قبر اخر انسان كان مسيطر على الداد ديالو. المهم كملوا وشويه وصلوا لواحد البلاصه تما فين كانوا كيديروا التحنيط للفراعنه اي كيردوهم مومياءات، وكانوا متعجبين وفرحانين بزاف حيت كيشوفوا هادشي. داك الساعه دخل عليهم واحد الوحش زرق وهو يمكن العساس ديال المقبره. المهم بالزربه ستيفن تخبع وحتى ليلى، شويه الوحش حس بيهم فبدا يجري مور ليلى وخلى ستيفن.
ليلى بدات هربانه منه مخلوعه بزاف. مور شويه وهي هاربه قالت صافي راني هربت منه، ولكن على غفله وصل ليها. منين شدها بدات كتدافع على راسها وتقطعات يد ديال هاد الوحش، وعرفات ترميه من واحد الحفره غارقه كانت حداها. داك الساعه بان ارثر وبدا كيغسل ليها دماغها باش تقلب على ستيفن ومارك، وقال ليها انت باك كان اكبر عالم اثار في مصر، وبلا ما نقول لك راكي عارفه ان باك مات على يد المرتزقه، ولكن اللي ما كتعرفيهش هو ان مارك كان واحد من هاد المرتزقه. منين عرفت ليلى هادشي مشات وبدات كتقلب على ستيفن باش يخليها تهضر مع مارك. ستيفن داك الساعات كان كيقلب على اميت في المقبره اللي راهم فيها، وبالصدفه وهو كيقلب لقى راسو اكتشف القبر ديال الاسكندر الاكبر اللي ما عرفو حتى واحد، وهذه كانت شي حاجه كبيره بزاف. المهم ستيفن فتح القبر وقال لمارك ان من هاد الشيء فهمت ان اميت كان واخد الجسد ديال الاسكندر، وفتح ستيفن الفم ديال المومياء ديال الاسكندر ولقى داك الساعات تمثال اللي محبوس فيه اميت بحال الشكل ديال كونشو ملي نحبسوه الالهه حتى هو في تمثال. المهم جات ليلى ولقات ستيفن وبدات كتغوت عليه على حساب الموضوع ديال باها. فرجع مارك في بلاصه ستيفن وبدا كيهضر معاها وقال لها بالصح انا كنت مع باك نهار مات، وكنا كنحفروا حيت كنقلبوا على واحد المقبره، ولكن واحد صاحبنا اللي كان معانا طمع وقتل كل شيء منهم باك وحتى انا قتلني، ولكن كونشو جا وساعدني وبقيت عايش. فداك اللحظه فين كيهضر مارك مع ليلى بان ارثر، فمارك خلى ليلى تهرب وهو هز الشاقور ديال الفراعنه وبغى يدافع على راسه، ولكن ارثر كان عنده السلاح وتيراف مارك جوج مرات فمات مارك. ولكن اللي غريب هي ان مارك فاق في سبيطار ديال الحماق وكان حاس واحد الاحساس في شكل ومستغرب حيت خاصو يكون نورمال مو مات، وكيشوف ليلى خدامه تما ولكن ما كتعرفوش وكتعامل معاه بحال اي مريض. شويه وكيديو مارك للطبيب ديال هاد السبيطار، وعرفتو شكون كان؟ هو ارثر. مارك تخلع وبغى يهرب ولكن ارثر ما خلاش، وخا هكاك عرف يهرب. وهو هربان لقى واحد التابوت فيه شي حد كيغوت، منين فتحو شكون لقى عاوتاني؟ لقى فيه ستيفن، ولكن ماشي روح، بان بجسد حقيقي تهو. اذا ما بقاوش في جسم واحد. صافي مارك خدا ستيفن وبغاو يهربوا شويه ولقاو تابوت واحد اخر فيه شي حد كيغوت، ولكن ما فتحوش هاد المره. وعقلوا على هاد اللقطه حيت غادي نحتاجوها في الجزء التالي ديال هاد المسلسل. شويه ولقاو قدامهم واحد فرس النهر كيخلع وواقف بحال الانسان. هاد فرس النهر هو نوع من انواع الالهه عند الفراعنه، وهو اللي كيرشد الناس والعياذ بالله للاخره، وسميتو تاورت. تاورت قالت ليهم راكم دابا ميتين ونزلتوا للعالم السفلي فين غادي تحاسبوا، وزادت قالت ليهم ان البشر صعيب عليهم يفهموا هذا العالم السفلي، وهذا الشيء علاش كيبان ليهم على شكل شي حاجه قادرين يعرفوها بحال سبيطار الحماق بالنسبه لمارك، حيت مارك عنده مرض نفسي وغادي نقول لكم من بعد كيفاش. المهم كيدوز مارك وستيفن من واحد الباب ولقاو راسهم في باطو كبير كيعوم في الصحراء. تاورت كتاخد قلوبهم باش توازنهم بواحد الميزان، وهذه هي الطريقة الحساب عندهم، يعني خاص القلوب تتوازن مع واحد الريشة باش ينجاو ويقدروا يدخلوا للجنة، وإلا ما توازنوش غادي يجروهم الأموات من الرملة وغادي يرجعوا حجر. يعني مارك وستيفن راهم دابا في المرحلة الحساب اللي بعد الموت، وهذا الشيء خلعهم بزاف، ولكن اللي خافوا منه اكثر هو ان ليلى بقات بوحديتها مع ارثر وما عارفين شنو ممكن يدير فيها. تاورت منين حطات قلوبهم في الميزان لقاتو ما ثابتش كيطلع وينزل، ونزيدكم حتى منين كان ارثر في المتحف وقبض اليد ديال ستيفن باش يحاكمو لقاه ما متوازنش، وهذا حيت فيه جوج ديال الشخصيات كل وحده بروحها، مارك شرير وستيفن مزيان. نرجعو دابا للعالم السفلي، خاصهم باش يتوازن الميزان يفكوا مشاكلهم وامورهم اللي واحله في الدنيا، وخاص كل واحد فيهم يعترف بالاخطاء اللي دار، وربما داك الساعه الميزان يتقاد. المهم هنا رجعوا تاني سبيطار الحماق لانهم ما بغاوش تكون عاقبتهم يتحجروا في الرمله، وقرروا يصارحوا بعضياتهم بكل شيء وكل واحد فيهم يكون واضح مع الاخر، وحنا عارفين ستيفن واضح ولكن مارك لا. شويه سمعوا الغوات، ملي مشاو للبلاصه ديال الصوت لقاو راسهم في بيت عامر بالاموات اللي عرفهم مارك حيث هو اللي قتلهم بسبب كونشو، وسبب انه كان خدام مرتزق يعني كيدير اي حاجه على ود الفلوس. وفي نفس الوقت شافوا دري صغير بدا كيجري
ملي مشى موراه ستيفن، مارك حاول يمنعه، وخا هكاك قدر ستيفن يدخل وسد الباب على مارك اللي بقى على برا. وهنا كنعرفوا بزاف د الحوايج اللي خلاو مارك يولي عنده انفصام في الشخصيه. المهم هاد الولد هو خو مارك، واللي شخصيته كتشبه الشخصيه ديال ستيفن. يعني حنا دابا كنشوفوا ذكريات ديال مارك منين كان صغير. في ذاك الوقت كان عايش مع والديه وخوه الصغير، وواحد النهار مشى مع خوه الصغير يلعبوا في واحد الكاف وطاحت الشتا بزاف وغرقوا بزوج. هاد الاحداث دابا كيتفرج فيها ستيفن وكيعيشها معاهم. شويه كينتقل ستيفن للعزو وكيشوف امو حزينه وكيعرف ان خوه مات. وهنا كتبدل الحياه ديال مارك، حيت امو بدات كتلومه على الموت ديال خوه، وهذا الشيء كان صعيب عليه لدرجه ان امو ما كانتش كتهضر معاه لسنوات طويله، وحتى الاعياد الميلاد ديالو ما كتحضرهمش، وكانت الى جلسات معاه كتندمو وكتفكروا انه هو السبب خوه حتى مات. وهو كيتعصب وطلع لبيته وطلع موراه ستيفن باش يعرف اش وقع، ولكن لحقو مارك وما خلاش يدخل البيت مور مارك الصغير. ولكن ستيفن كان باغي يعرف اش وقع في البيت وعلاش مارك منعو باش ما يدخلش. وفي هاد اللحظه زلزلات الارض ومشاو عند تاورز باش يعرفوا اش واقع وعلاش هاد الزلزال. وهي تقول ليهم كاينه شي حاجه كتوقع في العالم الفوقاني وهذا الشيء كيأثر على العالم ديالنا، وعرفوا ان ارثر 100% دار شي مصيبه، وطلبوا من تاور ترجعهم للعالم ضروري باش يقدروا يوقفوا ارثر. وبعد ما طلبوها ورغبوها وهي الهه ظريفه وحنينه وافقات ترجعهم ولو انها كتخاطر، وقالت لهم غنديكم الباب اسيروس حيث هو الوحيد اللي يقدر يرجعكم، ولكن المهم انهم ما يقدروا يرجعوا حتى يوازنوا قلوبهم مع الريشه. وحنا عارفين كيفاش، بانهم يتصارحوا وكل واحد يوضح للثاني قبل ما نوصلوا للبلاصه. وفعلا مارك قرر يوري ستيفن شنو وقع في البيت داك النهار، ورجعوا تاني للبيت وراه انه بسبب التعذيب ديال امو ولا عنده انفصام في الشخصيه، يعني ان مارك هو مول الجسم الحقيقي وستيفن هو شخصيه دارها باش يستحمل الاهانه والضرب والتعذيب ديال امو. ملي عرف ستيفن هاد الشيء غضب بزاف وتقلق وضرب مارك. هنا مارك ما سكتش وقال له انه في ذاك الوقت خلى ستيفن يعيش في الجسم ديالو مده طويله بزاف، وانه ملي كان كيفيق وهو ستيفن وكيلقى راسو في شي بلاصه اخرى ماشي بسبب انه كيمشي وهو ناعس، ولكن حيت مارك هو اللي كان فايق في ذاك الوقت. وباش يبين ليه وراه ذكرى ثانيه ليه، وهي انه ما قدرش يستحمل امو وخرج من الدار، ولكن من بعد سنوات امو ماتت ورجع باش يحضر للجنازه ديالها، ولكن ما قدرش ينسى داك الشيء اللي كانت كدير فيه، وشافوا باه من السرجم جالس في الارض وكيبكي من الحزن. هنا رجع من مارك لستيفن اللي لقى راسو في شارع ما عارفوش، وهو يهز التليفون وعيط لمو يطمن عليها. مو اللي ديما كنشوفو كيهضر معاها ولو هي ما كتجاوبوش حيت غالبا كان كيخلي ليها ميساج فوكال. وهنا ستيفن كيشوف هادشي وكيتحسر على ان حياته غير وهم وماشي حقيقيه، وعلى انه كان متخيل ان عنده مو كتبغيه وهي اصلا ماتت وكانت كتكرهه. وهادشي صدم ستيفن، ولكن مارك مازال ما سالاش. مارك زاد وراه ذكريات عليه فاش كان خدام مرتزق، وقال له انا شحال هادي كنت خدام مع واحد ومشيت معاه باش نفتحو مقبره، وواحد غدر بيهم وقتل كلشي وفيهم عبد الله هو الاب دليلة وقتلتها مارك. فقال له ستيفن وفين هي الجثه ديالك انا ما شايفهاش. جاوبو مارك انه بدا كيزحف توصل لواحد المعبد وكان صافي غادي يقتل راسو حيت كان كيتعذب من الحريق وشايف راسو ميت ميت، ولكن تما عيط عليه كونشو وقال له راه خاصو واحد يكون يدو ليمنا ويدير داكشي اللي غادي يقول ليه ويساعدو ينشر العدل في العالم. داك الساعه مارك اقتنع ووعدو باللي غادي يخدم معاه ويدير اي حاجه قالها له، وغادي يبقاو بجوج في نفس الجسد. داك الساعه كونشو دخل فيه ورجع مارك هو فارس القمر مون نايت وما ماتش. وهذه هي القصه. المهم هما كيتفرجوا في هاد الذكريات الارض عاوتاني تهزات، وهما يرجعوا عند تاورز فقالت ليهم رحنا وصلنا لباب العالم العلوي، ولكن واخا هادشي اللي درتو الميزان ما توازنش. داك الساعه طلعوا الاموات من الرمله لفوق الباطو باش يشدوا مارك ويرميوه ويموت. فجا ستيفن يدافع عليه، وهو كيدافع عليه طاح من فوق الباطو على الرمله وتحجر داك الساعه ومات. وفي هاد اللحظه الميزان تساوى والقمر كراسو داك الساعه تنقل لبلاصه زوينه فيها الورد والنباتات وما عارفش هو فين. ولكن باش نكونوا عارفين راه هادشي كامل اللي وقع من الساعه اللي ارثر ضرب مارك ومات تال دابا هي في العالم العادي ما كاملاش ثواني قلال بزاف، حيت كنشوفوا ارثر جبد الجثه ديال مارك وخدا منه التمثال ديال اميت وخلاه مشى.
وجات ليلى وشافت مارك وكانت حزينة عليه، ولكن شدات فراسها وتبعات آرثر باش تنتقم منه. آرثر كان مشى للهرم الأكبر، وفي الطريق ديالو لقى باراج ديال البوليس، فنزل وقت اللي كانوا فيه كاملين، وكانت ليلى مخبعة وسط الرجال اللي معاه باش تنتقم لمارك، ولكن هدرات معها تاورت بلسان واحد الجثة وقالت لها عندك ديري شي حاجة، آرثر قوى منك بزاف وأنا نقدر ندخل فيك ونعطيك القوة، وحتى مارك راه يقدر يرجع. منين ليلى عرفت هاد المعلومات تخلعات وقررت تمشي مع آرثر للهرم مخبعة. مور شوية وصل آرثر للهرم وكانوا تما الآلهة وبغاو يوقفوا فوجهو، ولكن آرثر رجع قوي بزاف منين لقى التمثال داميت فقتلهم كاملين وحرر آميت منين هرس التمثال ديالها. فبانت آميت وهي كتشبه التمساح، إما ليلى وصلت لكونشو حراتو تهو، فقال لها كونشو أنه خاصو يدخل فيها باش يعطيها القوة ديال مون نايت ويقدروا يساليو مع آميت، ولكن ليلى ما بغاتش حيت شافت بعينيها كيفاش كان مستعبد مارك، فخلاها كونشو وطلع لآميت الراسو باش يتقاتل معاها وبقاو كيدابزو. أما مارك فكان وصل للبلاصة اللي كتسمى الجنة عندهم أعوذ بالله، وتما تاورت قالت له هانت وصلتي للراحة والهدوء اللي كنتي باغي، ولكن مارك ما كانش متقبل هاد الشي وستيفن ماشي معاه، فخرج من داك البلاصة ورجع للرملة ولقى تما ستيفن متحجر وقال له أنا ما غاديش نخليك أنا بلا بيك والو، وخرج قلبه وداره في يدين ستيفن وتحجرته هو حيت راه على الرملة حدا ستيفن. فهاد اللحظة داك القلب مبقاش ورجع مارك وستيفن للحياة وتفتح لهم الباب العالم العادي، فخرجوا منه ورجعوا بجوج في جسم واحد. كونشو حس بمارك عايش فاعطاه القوة ديال مون نايت وتلقاه على برا ديال الهرم. ستيفن هدر مع كونشو وقال له حنا غادي نعاونوك ولكن انت غادي تحررنا من العبودية لك، فوافق كونشو ومشاو بجوج باش يتحاربوا مع آميت وآرثر. ليلى كانت مازال في الهرم وشافت واحد من الآلهة مازال حي وسولاته كيفاش يقدروا يغلبوا آميت، فجاوبها كونشو بوحدو ما غاديش يقدر يغلبو وخصو يعاونو شي واحد من الآلهة، ومات داك الساعة. ليلى عيطات لتاورت بالغوات وقالت ليها أنا موافقة تدخلي فيا باش نحاربو آميت. داك الساعة تاورت دخلات في ليلى وعطاتها قوة كبيرة بزاف ومشات تهي تحارب آميت وآرثر. آرثر داك الساعة كان واقف فوق الهرم وبدا يجر الأرواح للناس من بلايس كاملين ويحطها عند آميت، وآميت بدا كيكبر بزاف حتى ولا عملاق. داك الساعة جا مارك وكونشو وبداو يتضاربوا، كونشو كيتضارب مع آميت ومارك وستيفن مع آرثر حتى كان آرثر غادي يقتل مارك، وجات داك الساعة ليلى وبدات تعاون مارك. ليلى ومارك فرحوا بزاف حيت تلاقاو لأن ليلى حسبها مارك وستيفن ماتوا. المهم ليلى ومارك وستيفن بداو يضربوا في آرثر والرجال ديالو مزيان، ولكن حيت رجال آرثر كانوا بزاف حاصروا ليلى وآرثر حاصرته هو مارك وكان غادي يقتلو. في ذاك اللحظة غيب مارك فشفاق لقى راسو سلام مع آرثر ومع رجاله كاملين، فتعجب كيفاش وقع هاد الشي حيت لا هو لا ستيفن دارو هكا. المهم في التالي غادي نعرفو كيفاش. ليلى ومارك لقاو الحل باش يغلبوا آميت وهي يدخلوها في جسم إنسان ضعيف، وما كاينش حسن من آرثر هاد الساعة حيت هو دماغو تدمر، فمشاو لبلاصة آميت وداروا شي طقوس. وداك الساعة آميت اللي كيتحارب مع كونشو تجرات ودخلات في الجسم ديال آرثر، فجا كونشو عند مارك وقال له يلا قتلو. ليلى جاوباتو باللي صافي راه هكا ميت اصلا وضعيف ما نحتاجوش نقتلوه. مارك وافق على الهضره ديال ليلى واخا كونشو ما عجبوش الحال حيت بغى يتهنى من آميت في خطره، ولكن كلام مارك هو اللي مشى وصافي اختفى كونشو وسالات هاد الروينه كلها، ومشى بحالو ستيفن وفاق من النعاس وكان هو ومارك في نفس الجسد. اما آرثر فداروه في سبيطار الحماق حيت كان ضعيف ولكن مازال عايش بسبب آميت. اجي دابا نهضروا على كيفاش مارك كيغيب وفاش كيرجع كيلقى راسو قتل الناس. عقلتوا على التابوت الثاني اللي مفتحوش مارك وتما كاينه اللعبه، حيت مارك في الجسم ديالو ما كاينش غير ستيفن بل كاينه شخصيه ثالثه اللي هي جيك، حيت مارك عنده انفصام اذا ماشي بالضروري يكون عنده غير جوج ديال الشخصيات، يقدروا يكون عنده جوج ثلاثه. اذا جيك هو اللي سلم مع آرثر في الحرب حيت هو اللي كان مجهد فيهم. المهم اخر حاجه كنشوفوها في المسلسل هي ان واحد جا للسبيطار فين كاين آرثر وقتل اللي فيه كاملين
ودى آرثر للطونوبيل. داك الطونوبيل فيها كونشو، فتخلع عميت وآرثر، ولكن تخلعوا أكثر منين شافوا اللي سايق الطوموبيل واللي هو جيك، وتما قتل آرثر وسالى مع آميت في خطرة. وهنا تسالى المسلسل ديالنا. نتمنى يكون الملخص للمسلسل عجبكم، ورجعوا تفرجوا في الأجزاء الأولى إلى مازال ما شفتوهاش، واشتركوا في القناة باش تفرجوا في الملخصات الجاية. تهلاو ونتلاقاو في الملخص الجاي.